السلام عليكم. هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نهضروا فيه على كيفيه اننا نشوفوا النتائج ديالنا ديال دوزيام اني ديال الثانيه بكالوريا. كنتمنوا اولا توفيق التلاميذ لجميع التلاميذ. هذا الموقع هذا هو اسهل موقع لانه سهل على السهل، لانك كيطلب منا غير رمز مسار. كندخلوا رمز مسار كما كتشوفوا في الصوره هنايا، وكنكليكيو على جنو سوي با ان روبو، وكنبحثوا وكيطلعوا لنا النتائج سواء ناجح سواء مستدرك. ونتمنى لكم انكم ان شاء الله تكونوا من الناجحين. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي يمكن لكم من خلالها تشوفوا النتائج ديالكم، اللي هي هذا لو سيت اللي كتشوفوا قدامكم ولا هذا الموقع، كتدخلوا في جوجل تعليم بوين ا، وكتدخلوا رمز مسار اللي خديتو في المدرسه متبوع بتعليم بوين اروباس تعليم بوين ا، ومن بعد كتدخلوا الكود اللي عطاوكم في المدرسه باش تشوفوا. هذه هي الطريقه الثانيه. بالنسبه لهذا الموقع هذا هو موقع صعيب وسهل. علاش سهل؟ لانه ما كيكونش عليه الضغط بزاف. هذا هو الموقع اللي ما كيكونش عليه الضغط بزاف، يكفي غير تطبق الطريقه وتطبق هذه الخطوات هذو. تدخل رمز المؤسسه اروباس تعليم بوين ا والكود ديال المسار، وتشوف النتيجه ديالك ان شاء الله. بالنسبه للمواقع ديال الوزاره، بالنسبه لليوم ولا النهار الاول فاش كتخرج النتيجه، راه كيكونوا عليهم الضغط، كيكونوا بلوكيين. لذلك هذا ماشي كيبين بان راه شي واحد ما نجح ولا شي حاجه، غير شويه الصبر. الا ما شفت مع 12 تقدر تشوف مع الوحده، الا ما شفت مع الوحده تقدر تشوف مع الجوج. والوقت اللي كيكون فيه السيت خفيف وكيكونوا الناس ما كاينينش بزاف، ما كيدخلوش ليه بزاف، اللي هو من 3 حتى لتحت 3 4 5 الى اخره. وكنتمنى لجميع التلاميذ التوفيق ان شاء الله في هذه المرحله الدراسيه. اما بالنسبه للموقع الثالث اللي كما كتشوفوا امامكم candidature.bac.miv.gov.ma، هذا الموقع هذا خاص بالناس الاحرار شيئا ما، كما ان التلاميذ اللي دوزوا باك ليبر يمكن لهم يشوفوا في المواقع الاولى، غير هذا موقع اللي خاص بهم. وهذا الموقع هذا غادي يكون عليه الضغط، اي كل المواقع غادي يكون عليها الضغط الا الموقع الثاني اللي شفنا، لانهم الناس كيبغيو يدخلوا يشوفوا النتائج ديالهم، كل واحد بغى يشوف واش نجح ولا ما نجح. لذلك بلا ما تعصبوا كما قلنا ولا شي حاجه، حافظوا على العدد ديالكم ان شاء الله ويكون خير، والله يوفقكم ان شاء الله جميعا. الى اللقاء.